جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم الأرض لن تركع أمة قائدها محمد لن تركع أمة قائدها محمد لن تركع أمة قائدها محمد لن تركع والخليل وبيت لحم ودون كلب بإذن الله.
أنكم تحبونه لأنه عقيدة في قلوبكم. حين يقال أيها الإخوة، أيها المنتفضون، أيها العشاق لفلسطين ولبيت المقدس، حين يقال أن المسجد الأقصى عقيدة، فهذا يعني أنه النقطة الحساسة، هذا يعني أنه بؤرة الصراع، هذا يعني أنه لا يقبل التقسيم لا الزماني ولا المكاني. حين نقول أن القدس هي عاصمة فلسطين وأنها عاصمة القلوب، فهذا يعني أنها لا تقبل أي تقسيم. ائتوني بقلب يقبل أن يقسم على اثنين، ائتوني بقلب يقبل أن يقسم على اثنين، عندها سنقبل أو سنفكر بما يقال من ترهات ها هنا وهناك. حين يقال أيها الإخوة أن المسجد الأقصى عقيدة، فهذا يعني أنه آية من كتاب الله، وكتاب الله لا يقبل المساومات. حين يقال أن المسجد الأقصى عقيدة، فهذا يعني أنه أغلى علينا من أعراضنا، وأغلى علينا من أموالنا، وأغلى علينا من دمائنا. ومن ذا الذي يرضى بأن يهان عرضه؟ ومن ذا الذي يرضى بأن تهان دماؤه أو تسلب أمواله؟ الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، تكبير الله أكبر، الله أكبر. أيها المنتفضون، أيها المجاهدون، اقبضوا على جمر البلاد، إن القابضين على جمر البلاد أضاءوا عزة الأمم. وواجه الموت عار الصدر مشرعه، وإن أتاك رصاص الغدر فابتسم، وخل خلفك كل الراكنين إلى صلح اليهود، وإن ساغوه فاتهم. خذني إلى المسجد الأقصى وساحته، أمت على أبوابه في الأشهر الحرم. الله أكبر. أيها الكرام وأيها المجاهدون، هذه الهبة، هذه الانتفاضة، مع أنها متأخرة، هذه الجموع كان ينتظرها الأقصى في كل يوم. المسجد الأقصى لم يستصرخكم حين أعلن ترامب ما أعلن، إنما المسجد الأقصى يستصرخنا منذ عشرات السنوات. المسجد الأقصى يستصرخنا في كل يوم وفي كل دقيقة، فلا تجعلوها هبة مؤقتة ولا تجعلوها انتفاضة عاطفية، فليكن هذا ما يجري كل يوم وكل ساعة. على القدس رايحين شهداء بالملايين، لن تركع